موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. دعا فضيلة المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني الناس أن يخرجوا للميادين للمطالبة بحقوقهم، ولكن لا يجروا خلف مظاهرات لها أجندات خارجية. فضيلته في برنامج الإسلامي والحياة على تناصح الأربعاء أضاف أنه على من كانوا يقودون الساحات أن يرجعوا إلى الميادين، ولكن لا يكونوا تبعا لغيرهم. أكد مصدر عسكري مقتل 12 من أفراد تنظيم الدولة الذين هاجموا مركز شرطة العقيلة غرب جدابية بعد ملاحقتهم من قبل أفراد تابعين لغرفة عمليات جدابية. وقال المصدر أن غرفة عمليات جدابية التابعة لميليشيات الكرامة طاردت عناصر تنظيم الدولة نحو جنوب منطقة العقيلة، مشيرا إلى مقتل 2 من عناصر الغرفة. وكشف المصدر أن من بين قتلى تنظيم الدولة القيادي محمود البرعصي الذي استطاع الفرار من معارك سرت إبان عملية البنيان المرصوص. حذر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوع عبد السيد مدير مركز الحوار الإنساني التابع للأمم المتحدة بجنيف روماني جرانجا من المساس بمشروع الدستور الذي أقرته الهيئة. وقد عبد السيد في بيان له الثلاثاء أن مشروع الدستور أصبح ملكية خالصة للشعب الليبي، وهو من يملك أن يقرر بشأنه من خلال الاستفتاء عليها، مشيرا إلى أنه من الخطأ التواصل مع أي عضو بالهيئة دون إخطار رئاسة الهيئة، لأن حضورهم سيكون بصفتهم أعضاء وليسوا مواطنين. أعلنت النقابة العامة للمعلمين رفضها لقرار الوزير المفوض للتعليم بالحكومة المقترحة بشأن إجراء امتحانات لتقييم المعلمين، واعتبرة أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى انقسام المنظومة التعليمية وهيكلتها داخل الدولة الواحدة. النقابة في مذكرة احتجاج واستنكار اعتبرت أن تحديد من يصلح للتعليم ومن لا يصلح له يعد خطأ كبيرا، ودعت النقابة إلى وقفة احتجاجية الأحد القادم أمام مقر وزارة التعليم رفضا للقرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.